السلام عليكم البنات، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في القناه ديالي، كنتمنى يعجبكم وعلى بركه الله نبداو الفيديو. هانتوما البنات هاد الكسيوه د العواوز تيتوين شحال مزيونه، الفوقاني ديالها كيتسيره شويه تحتاني سخون، وهذا الشعر اللي كيتلصق. يسمحوا لي ما نقدرش نفتحه معكم حيت ماشي ديالي. هذا الطربوش د الدراري د الرجال، هانتوما كتشوفوا من الداخل الكولور ديالو بحال لاكري ومقطن، شفتوا شحال سخون، ومن برا كحال كيف ما كيبان لكم. المهم اي حاجه دازت عاد تجبروا التصويره ديالها باش تشوفوها واضحه اكثر. وهادو الحوالق اكسسوارات صراحه عندهم مزيونين، ها انتوما وهادي كتجي غير حلقه واحده. هذا واحد الجنس ديال العواول صغارين، سبق لي وخرجت منه للناس كبارين يعني بنات، كيجي فيه طايه صغيره وطايه كبيره، تما صراحه مزيون كاليتي ديالو مزيونه. وهادو ملابس داخليه كيف ما كتشوفوا، الصراحه كاليتي ديالهم مزيونه وحتى الاثمنه جد مناسبه. كيجيو فيها خمسه د البياسات، يعني خمسه د البياسات بثمن واحد، كيكونوا عاملين فيهم بروموسيون صراحه مزيونين. ما تنساوش البنات وانتم كتفرجوا في الفيديو تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو، وطبعا تعليق إذا بغيتوا شي سؤال أو لا عجبتكم شي حاجة، وإلا بغيتوا أي حاجة النمرة ديالي غنخليها لكم في صندوق الوصف انستغرام ديالي، دخلوا عندي الواتساب أو لا انستغرام اللي عجبكم، وإلا بغيتوا شي حاجة مرحبا. هذا الصك كيجي عنده جوج سماطي، واحد صنطة كتلق في النص وصنطة أخرى كتعلق، هذاك قريب حالو نيت. وهذه سبردينه، يعني غتشوفوها بزاف في الفيديوهات حيت كيطلبوها الناس بزاف، مريحه وخفيفه تقير يعني لبسها النهار كامل وما كتحشي بالعيام مره، كاليتي ديالها صراحه مزيونه بزاف. هذا تشاندر العواول ستيدوين، كنحاول نوري لكم يعني التفاصيل كاملين باش تكون الصوره واضحه. هذا عنده ديك الباندا، المهم كلشي كيبان لكم في الفيديو بلا ما نزيد نشرح انا. هذا فوقاني ديالو، الفيديو عايجيكم طويل يسمحوا لي حيتاش جاوني كوموندات، قلت بلا ما نصور هذه بوحده وهذه بوحده، اللهم نجمعهم في دقه واحده ونعمل فيديو واخا يكون طويل شويه، المهم يكون مجموع فيه كل شيء. هذه واحد القابيه ديال الرجال كنفتحها باش تبان لكم من الداخل كيفاش عامله. المهم اي حاجه شفتوها غنخلي لكم التصويره ديالها هنايا باش تبان لكم واضحه اكثر.
هذه واحد كاباردينه د الجلد، ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا، صراحه هي غزاله كتجي طويله. المهم كيف ما قلت لكم اي حاجه شفتوها غنخلي لكم التصويره ديالها. طبعا اذا شي حاجه ما خليت لكم شي تصويره ديالها عرفوني راني ما جبرتهاش. هذه كاباردينه وحده اخرى ها نتوما، هذه الصراحه هذا المهم بحال كاباردينه بحال مونطو، نتوما عاد تشوفوا معايا وعاد تحكموا عليها. هذه جبتها لي انا صراحه مزيونه بزاف 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 بزاف، واخا نعيا ما نشكر لكم فيها ما نوفيش حقها، سخونه وما كتحببش صراحة غزالة فنة، وحتى الثمن ديالها جيد مناسب، ما فايتها شي 300 درهم. تقطعت لي هذيك اللي كتشد ميكا، هادي عاوتاني واحد كاسه دوره، شوف شحال مزيونه سخونه 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 سخونه، فيها بحال لواط من الداخل ديالها، يعني ملي تلبسها ما تحسش ببرد مره، تلبس تحت منها غير شي حاجه خفيفه. هانتوما البنات هاد الخيرتي، هذا جا عندو العنق ديالو طالع وعندو واحد الفتيحة في الجنب في جهة واحدة. هادي واحد كاباردينة واحدة أخرى تاني تاهي كتجي طويلة تبارك الله ما شاء الله. انا كنمنطي دابا الفيديو واحد الشتيوة واحد الشتيوة كطيح ما شاء الله، اللهم اعطيها لنا على قد النفع يا ربي. هذاك الحزام ديالها، وهذا خيرتي واحد اخر، ما عرفتش واش كتسمعوا الشتاء ولا لا. المهم تبارك الله الشتاء تبارك الله وما شاء الله. هانتوما البنات هذا الخريسي عاوتاني شحال كيجي مزيون، ديك ابيض وكحل هذا صراحه مزيون. واللي كيعجبك في هذا الشيء اي حاجه قلبتي ليها عتجبرها فيها. بقى ننزل لكم واحد الفيديو اخر فيه حتى الاتات وفيه داك الشيء ديال الدار، صراحه في داك الشيء عندهم الاثمنه مزيونه وفيهم الاتات مختلفين، يعني ما كتجبرونش عند كل شيء. هذا واحد الشندر عاوتاني ديال الرجال، كنحاول نوريكم الداخل كيفاش كيجي. هذاك الجيم كيجي له في اليدين ديالو في مانغات، انا غنفتحو معاكم باش يبان لكم اكثر.
شوفوا الحلاوه، شوف هذا العود تدوي الكولور ديالو كيحمق. هذا فوقاني ديالو عاوتاني، دابا غندوزو نص بابط. هذا اول اول بروت كان اولا الكاطكو، واحد وشنو كيقولو على حسب. هذا جبتو راسي انا، وعطيوني رايكم فيه في الكومنتير واش مزيون ولا لا. المهم انا عجبني، وتا اللبسه ديالو صراحه مريحه. دابا هذا الفيديو هذا اللي كان منطي، دابا انا لبست حوايجو، يعني جربت اللبسه ديالهم كيفاش عامله، وجربت كاليتي ديالهم. هذه دلعوز تيتو، نشوفوا شحال مزيونه كيعملوا لها داك هذيك اللعيبه تما، باش كتبقى محافظه على لومبالاج ديالها، ما كتخسرش. شوفوا لي هاد الصندالة، شوفوا لي هاد الصندالة شحال مزيونة، مختلفة تماما على داكشي اللي كنشوفو دائما. وهذه واحد السبردينة عاوتاني صراحة حتى هي مزيونة، كنقول لكم حتى هي مزيونة حيتاش الناس اللي كيديوهم، وكنهضر لكم على حسب التجربة ديالي انا، والناس اللي كيديوهم كيشكروهم لي بزاف. يعني حتى شي واحد ما تشكى، كيخرجوا شي حوايج ولكن يعني شي حاجة نادرة، يعني شي حاجة كتخرج قليلة بزاف اللي كتخرج كاليتي ديالها عيانة، اما تقريبا كل شي ديالهم صراحة كيخرج مزيون بزاف. هادي دات اختي، هانتوما شحال مزيونه وخفيفه في الهزه، خفيفه مره مره ومريحه بزاف. هادي حتى هي صراحه فنه، شوفوا من الداخل ديالها كيفاش عامله، بلاتي نحاول نوريكم كثر. طيب 38، وحتى هذا عاوتاني صراحه غزيول. المهم البنات هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. كيف ما قلت لكم، اذا كانوا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات قولوها لي في الكومنتيرات، باش ان شاء الله نبقى ديما نحط لكم الجديد. ما تنساوش البنات تخليوا لي كومنتير مزيون كيحفزني، وتخليوا لي لايك، واللي ما مشاركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يبقى يوصل له كل جديد. لهنا كنقول لكم بسلامه، واللي فنيتو شي حاجه الله يعطيها له، وحد موفق للجميع.